تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، واطلع على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية. وأكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.